نجيبها في القوى الحية المستقبلية إلى زوديتر تاع رحماني محمد الياس. حنا في حنا والبراني برا. حنا في حنا هذه عندها معاني بزاف. حنا في حنا تكمل ديما والبراني برا. حنا البراني دخل عندنا للداخل. البراني اللي نورمال ما يكون البرا أو عندنا في الجزائر الداخل. تبون والجماعة اللي معه اللي حاطينهم كقيادة على الشعب هذا خوانا خوانا وهما المرتزقة الكبار. الأبواق اللي راهي البرا المرتزقة الصغار رشاد والإسلاميين وليزونسيان دوفيس و قاقاقا. شوف جامري صالوية اليوم والله جفولي صالوية رشيد نكاز بعثولي بتي لايف انتاو تاع 22 مينوت جو كروا تاع 16 أفريل. شو نقول له؟ نقول له الحمد لله أن أوبوزون فاق سي إكسلان. نقول له وي مسيو رشيد نكاز ريقل حوالك باش تخرج من تما برك تقعد تما. أني قلتها لك يرجعوك مهبول وبربي إن شاء الله كنت تكمل تما عايش معهم تولي مهبول. تبع لي مانيبيولاسيون اللي راهم يحركوا فيك هادي سي اميكال. واش قاعد نقول لرشيد نكاز اميكال سي با مون امي اي سا جامي مون امي دايور بور ديفير ريزون. مي كي نقول اميكال سا فو دير بلاش سوء نية بحسن نية. سي رشيد نكاز ما زيد تسمع لحتى واحد Tu entends ta kaftek et ta littérature rak manipulée. La bâche ferme bzaf, fais très attention, règle quoi, tu vas te rejoindre le Jazer, qui te rejoindre le Jazer, quand même qui m'a habité, ou la kimmel fin d'un tag, ou la. Et quand tu te dis, de faire un job, mais bon, tu as même le mal au matin, tu as même les encouragements, les encouragements, c'est pas chier le bloc. Et tu n'arriveras jamais en tant qu'en politique. À percer en Algérie. Jamais. Ni dans l'Algérie, ni dans l'Algérie, ni dans l'Algérie, ni dans l'Algérie. Mais je tenais à te saluer. Enfin, واحد qui tient un discours, واحد qui se soulève contre la médiocrité, contre le rabat. C'est le droit. Les gens qui ont fait le niveau 9e, ils ont fait le 9e. Mais quel niveau? Quand tu vois 1 million de personnes qui ont fait le Ahmar des Z, واحد qui a fait le logo, et qui a fait le logo, et qui a fait le logo, شد جنسيا يعني انه موش راجل انه خنتا انه مثلي شعب كامل يتبع فيه شعب ما يهمناش مسيو نكاز يهمونا لي سيتويان المواطنون. قلنا لكم اللايف اللي فات الفرق بين المواطن وبين الشعبي. الشعبي ما يهمناش. الشعبي يعتبر قوة انتاجية قوة عاملة قوة تجيب لنا غدوة الأولى تجي نحولوهم المواطنين. الشعبي في حد ذاته يسرانية. الشعبي يضربو بالكفية هذاك الخد الآخر. الشعبي تكرازيه برجلك نورمال شغل قرلو. هذا هو الشعبي. ماشي غير في الجزائر. في الجزائر في المغرب في تونس في مصر في فرنسا في الأمريكان وين حبيت. لو سيتوايان ما تقدرلوش. المواطن. دونك حنا نتحدثو مع المواطنين. جو توني أفير أن كلان دو يا مسيو رشيد نكازي كوم. Il commence à tenir un discours cohérent, logique. Quand le tout le monde se réveille en bec, raca. Où je garde une gourde comme sur une case. Ça capte que Allah ouvre ma main. Parce que n'est dans ma da, mais ça marche mal notre café. N'est dans habit, là je m'occupe. Habit menu. Zid ça capte que ta Molière ou ta. جون سي با فيكتور هوغو نزيد لك ثقافه انايا ما تعرفهاش السي نكاز نوجهك ليها قرا عليها. كاين واحد السيد في واحد الوقت قال لهم لست بالخبي ولا الخب يخدعوني.
ونزيد نعاونك واسمه عمر بن الخطاب. هذه قضية رضي الله عنه، والله ما ندخلش في عمر رب العالمين، أنا نسميه عمر بن الخطاب. لست بالخبي ولا الخب يخدعوني، ما نقول لكمش بالجزائرية باسكو تعرف رجال، بالفرنسية صا جو نو سوي با ان روبلار، اي لو روبلار نو مي مانيبول با. فوالا pour vous aborder monsieur Rahmani, bon Aïssam Hamish, bonsoir monsieur Rahmani, pouvez-vous aborder la question du régionalisme en Algérie ainsi des structures sociales influentes dans la société? Ouf. Là la question qui se pose concernant ce téléphone là. Nidal. Nidal. Prends le téléphone et t'es maman. Monsieur Aïssam Hamish, bonsoir. Monsieur Rahmani, pourriez-vous aborder la question du régionalisme en Algérie ainsi des structures influentes? Je vous vois, Jemaa. الجزائر لما فقدت التاريخ تاعها، التاريخ الهوياتي دونك سون ايستوار ايدونتيتير، لما فقدناها خلقت عندنا القبليه والريجوناليزم. اول من بدا يضرب قبيله بقبيله هما الرومان بعد تفكيك مملكه نوميديا. على هذه كان كل ما يجي عدوم وهيكل يلقى بلاصه. العرب كي جاوا ثم تسميهم فتوحات نسميهم الغزوات، الغزوات اللي جاتنا جاو يحاربوا يريكوبيريو اراضي الرومان باسكو غلبوا الرومان في مواقع كثيره. الرومان ما كانوش يحطوا جيوش كبيره في الاراضي، يحطوا سكون نقول دي غارنيزون. ياسر كي جاو الرومان كي جاو العرب في غزوات نتاعهم لقاونا مجموعه قبائل نص متناحر مع النص الاخر، وهذا بفعل شكون؟ بفعل الرومان. دخلوا في الحقيقة العرب ما كانوش استعمار، جاو دخلوا داو الدراهم داو البقري داو النساء باعوهم في السوق نتاعهم داو الرجال كملوا الطريق يا في با بوكو دار. من بعد القبائل الأمازيغية اعتنقت الإسلام هنا بينا وصلنا عليه، بصح بقينا قبائل. لي ديناستي اللي حكموا الجزائر هذه لازم تفهموا، ملوك كامل أمازيغ كامل ولات بلاد، ولا جيوغرافيا شونجي دو طون زاوتر. جينيرال نحكيو نمدو شغل الانفريز كرونولوجيك. من بعد جات فرنسا، فرنسا استفادت من تجربة الرومان مع مملكة النوميديا وفهمت عقلية الشعب هذا، عملت نفس الشيء اللي عملوا الشعب هذا، هادو قبائل هادو شاوية هادو أمازيغ هادو صحاب وهرنا هادو كذا هادو مالطا هادو فرنسيس هادو طلعين هادو يهود، مشات في نفس الشيء. حنا الحمد لله في الجزائر نقولوا رانا في الريجيوناليزم. الريجيوناليزم هو مرحلة تطورية، نهضروا بالنواحي،